لا شك انكم عرفتوا شمن عقار غادي نقوم بالوصف ديالو، لا سيما فاش كنشوفوا الدريجات هنا في العقار. عندنا شي مطبخ بحال هكذا متول، ما هو الا مطبخ راه كما واحد هذا مطبخ صغير جاي في الدخله، مطبخ مفتوح والدريجات ديالنا والباقي ديال العقار كيتكون مجوج ديال الطوابق. اذا سيداتي سادتي كنقول لكم مرحبا بكم من جديد مع طريق اجمل واجود العروض الراقيه، وكذلك في العروض المنافسه من ناحيه ديال الثمن ومن ناحيه ديال الديكورات. جيب لكم العام السادي دابا ولا اليوم في هذا الفيديو هذا جيب لكم واحد الدوبلكس اللي ممتاز. اذا اجيو بقاو معايا باش نقوم بالوصف والشرح ديال الدوبلكس كما ينبغي وكما تريد. عندنا هنايا واحد الصالون، ما هو الا رقم واحد اللي غادي نشوفوا تصالونات اخرين. هاد العقار اللي جيب لكم اليوم فيه واحد الثمن اللي هو زوين، جيبوا لكم بثمن ديال 570000 درهم. نعم دوبلكس فيه جوج ديال الطوابق، كيتواجد في واحد من الاحياء الجديده كنتواجد بكم بالضبط اليوم بدا بمدينه مكناس. ومن هنا القي عليكم التحيه والسلام فيما كنتم جميع المدن المغربيه كتشاهدوني كذلك من داخل المغرب ولا من خارج المغرب. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم مع طارق اللي كيحاول ما امكن انه يقلب ويمثل واحد القصارى ديال الجهد. صدقوني باش نجيب لكم شي عروض عقاريه اللي كتكون منافسه وعروض عقاريه كتكون زوينه وتستاهلكم وتستاهلوا. كنقول لكم شوفوا معايا المطبخ هذا ما هو الى رقم جوج، فضلوا انهم ما يخليوش هذه البلاصه خاويه، ديروا فيها مطبخ هذا سكوندير ولا زايد. عندنا هنايا غرفه، غرفه ديال الوليدات مثلا، ندير غرفه رقم واحد اثنين، غادي نشوفوا غرف كثيره. وها نتوما بداو معايا الحساب، وكما قلت لكم كنتواجد اليوم بمدينه مكناس وواحد من الاحياء اللي كيعرف واحد المنافسه زوينه، واحد المنافسه رائعه في الناحيه ديال الفينيسيون في البني. ونزيد لك هنا هذه العقار اللي كنتواجد فيه اليوم راه كيتواجد في دار ار بلوس 2، بما معناه كاينين جوج ديال الطوابق حتى العدد ديال السكان كيكون قليل. عندي الدوبلكس ديالي هو هذا، كما كتشوفوا الدريجات مازال غادي نطلع بكم الفوق، وتبع المستوى ديالو جاي مع مستوى ديال الارض، ماشي جاي داخل في الارض ولا شي حاجه، جاي فوق المستوى ديال الارض زوين. عندي هنا التواليت والدوش ديالنا عندنا هنا، هادو هما الاولين، هادو اللي كاينين في الطابق التحتاني، وعاد مازال غادي نشوفو الطابق الفوقاني. وعندي غرفه هنا، ما غاديش نكثر عليكم بزاف لان دوبلكس كبير، غادي نحاول ما امكن انني نشرح بسرعه هذا العقار. عندنا هنا وغادي نطلعو دابا للفوق، دابا شفنا الطابق التحتاني، غادي نطلعو باش نكتشفو شنو باقي لنا من امور في هذا الطابق الاول ديال هذا العقار. الزوين هي انتم كتشوفوا معايا عندي الاينوكس هنا، بدعوا صراحه واحد الابداع رائع في الدوبلكس. الضو كله دايرينو، كاين اللاد كاين التريات كاين السبوت، الرخام دايرينو في الدريجات. من الباب الرئيسي ديال الدوبلكس عندي هو هذا المدخل، واخا فاش كندخلو هو هذا كنلقاو هنا عندنا هاد الهبيطة هادي دايرينها بالإينوكس باش تهبط للطبق التحتاني، و تيبقى عندنا البقية ديال العقار هو هذا. عندنا هنايا سيجور فوقاني ديالو كما قلت كما شفتو معايا في الأول كلو دايرينو بهاد الديكورات هادي اللي هي مختلفة من إضاءة من تريات ما إلى ذلك. عندنا هنايا طواليت و الدوش هاد البليصة، حمام، وبقات لنا هنا عندنا غرفة أخرى كما راكم شفنا الغرفتين لتحت. دابا هذه الغرفة رقم ثلاثة، واخا الغرفة رقم ثلاثة غرفة اللي هي متسعة كبيرة، الديكورات تاهي ديالها ديال السقف ديالها هي ديكورات اللي هي مختلفة. نزيدو عليها فيها بلاكارات هاد الغرفة، حاجة اللي مختلفة على الغرف اللي شفنا تحت هي بلاكارات. دوبلكس بمدينة مكناس بثمن ديال 570000 درهم. عندنا المطبخ الثاني، راه حنا شفنا المطبخ رقم واحد لتحت والمطبخ اللي هو جاهز هذا، بلاكارات ديالو الفوق بلاكارات ديالو لتحت، كوزينة كبيرة كما قلت كنتواجد في حي السلام في عمارة ار بلوس دو. وبقى لي غادي نوريكم دابا الصالون، الصالون اللي هو كبير واسع، شفنا الصالون في الطبق التحتاني. ودابا عندي الصالون هنايا تا هو بديكورات اللي هما مختلفين الفوق، التريات ديالو صالون متسع كبير،
وهذا الشيء كما قلت لكم بثمن ديال 570,000 درهم اعزائي المشاهدين. كنتمنى يعجبكم هذا العقار وكنتمنى ان شاء الله يكون من نصيب احد المشاهدين. كنقول لكم اعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في عروض مقبله وفي عروض شيقه ان شاء الله مع طارق عما قريب.